من اي واحد ولا وحده ما عارفش بلي عندي التيك توكر، عندي حتى التيك توك هو اللي كندير فيه بزاف هكا لي فيديو، لحقاش الفيديو كيكونوا هكا قصار. صباح الخير عليكم من مدينه اقليم بركان. هذا اليوم عيد الفطر، وعيدكم مبارك سعيد وكل عام وانتم بالف خير. دابا راني متجه من الجهه ديال المصلى باش كي راه كدا واحد يقول لهم عيدكم مبروك. روح راك غادي تصلي؟ يلا ماشي باش كنت تبان في الفيديو. يلا قول لهم عيدكم مبروك. يلا مبروك عيدكم. هاك كي سميتك انت؟ ايوا ايوب، هذا اول واحد غادي يبان معايا في هذا الفيديو. هذا اول حاجه نقولها لكم، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. كتلقاو كلشي محسن، كتلقى كلشي لاباس، كتلقى مثلا غادي تمشي للبصله غادي تلاقاها منقيه، يعني كاينين شي ناس اللي سهروا باش انها تكون منقيه. المهم هاد الطريق عامره باللواطه، وكاينه هاد الطريق عامره باللواطه، كاينه هاد الجهه عاود عامره باللواطه. هيا هذه دار الفاتح. المهم كاملين هاد الناس اللي ذكرتهم دابا في هاد الفيديو هذا، الله يعطيكم ما كتمنوا في الخاطر ديالكم ان شاء الله. كيتمنى شي حاجه في الخاطر ديالو ربي يحققها له. والله العظيم الا كنشوفكم الناس زعما صراحه اللي غادي نفتخروا بكم، فهمتوني؟ انا ماشي غادي نجي ندير الفيديو نقول لكم اكلي منقيه وكذا وهادي، ولكن انا ما غاديش نشكر الناس اللي وقفوا على نجاح يعني هذه الصوالح. ايوا روحوا تقولوا عندكم مبروك. روح هذا هو حمي قاسمي يقول لكم عيد مبارك سعيد ان شاء الله. قول لهم باي باي. يلا انت كبرت يا جاري القديم هذا. ما كتشوفوا معايا الدواء عامره تبارك الله ما شاء الله، نجي ضروري. واه ما كتشوفوا معايا هاد الجهه عامره بالناس وديك الجهه عامره بالناس. غادي نحاول ما امكن ما نصورش هكا يعني من بعيد باش ما نحرش هكا شي واحد. دروك غادي نصلي. والله العظيم انا بشحال من عام ما صليتش. تعيدي تعاود اخويا وجيب. كتلقاو لنا قوة المساعدة حاضرة، راها قايمة بالواجب ديالها. شكرا ليهم عاود، هما ما يمكنليش انني نصورهم ولكن راكم عارفين بعدا قايمين بالواجب ديالهم. دابا صافي راه كملوا الصلاة كيما قلت لكم، راني جيت شوية روطة. خويا العماري قولوا ما عندكم مبروك اخويا العماري عاود. ها هو العماري اللي راه شاد هنايا هذا الشيء، والله يجعلها في ميزان الحسنة اخويا العماري ان شاء الله. الله يرحم الوالدين. سي عادي الله يتقبل وعيد مبارك سعيد. تعيدوا تعاود ان شاء الله. الله ينورك خويا عادي. الحمد لله بارك الله فيك خويا الزلال. الله يرحم الوالدين. الله ينورك بارك الله فيك. ندخلوا لداخل. السلام عليكم كي داير؟ الله يبارك. الله يصلح الله يصلح. قولوا معكم مبروك. هاك بسم الله السي عمر وعلي ومن لا يعرفه غالي عن التعريف. اهلا السي عمر كي داير السي عمر؟ تعيدوا تعاودوا الله يبارك فيك. الله ينور. تعيدوا تلعقوا السي عمر كلموا الدامة شافك السي عمر. قول لهم شي حاجة السي عمر. عيدكم مبروك. تعيدوا تعاودوا ان شاء الله. عيدكم مبروك يا سي الله يبارك فيك. الله يسلمك. عيدكم مبروك. نتمنوا لكم عيد سعيد ان شاء الله يا رب. نتمنوا لكم ان شاء الله مزيد من الازدهار. الله يرحم الوالدين السي عمر. الله يرحم الوالدين. الله يبارك عليك. ها عثماني قول لهم عيدكم مبروك خويا عثماني. عيدكم لا عيدكم مبروك اخويا. اله عيد مبارك سعيد. الله يبارك فيك اخويا امين. الله يبارك فيك. قول لهم شي كلمه اخويا عبد الاله. وان شاء الله اول عيد مبارك سعيد للجميع والامه الاسلاميه ان شاء الله والجاليه ان شاء الله خصوصا لمدينه اقليم. نسال الله توفيق للجميع وعيد مبارك سعيد. وسلموا لي اي واحد كيعرفني السلام عليكم وعيدكم مبارك سعيد. الله يرحم والديك. السلام عليكم. عيد مبارك سعيد ان شاء الله. الله يرحمك بارك الله فيك. هذا هو الامام ديالنا تبارك الله عليك. الله يحفظك ان شاء الله. الله ينورك سي ريان. عيد مبارك. عيد مبروك. مبارك امين يا رب العالمين. مبارك سعيد ان شاء الله. مبارك سعيد. مبارك سعيد يا اله الا الله. مبارك سعيد. شكرا. غزه غزه رمز العزه. بارك الله فيك سي البالي تبارك الله عليك خويا البالي. الله يبارك فيك خويا البالي. لا اله الا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. لا محمد رسول الله عليها نحيا
وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك خويا الزين. قلت لك اخويا امين. كيف عليك خويا علي؟ كيف دير خويا امين؟ كعيد لاباس بخير بخير صحة. قول لهم شي عندكم مبروك. عندكم مبروك. تعيدوا هذا ولد التهراوي هذا. وتحياتي للسيد التهراوي يعني كما نقولوا يعني كان هو حاضر زعما هو الشخص الاول اللي جا نظف هذه المصلى هذه كما نقولوا واحد النهار قبل ولا يومين قبل. نعم. مبروك. عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بألف خير. يلا قولوا معكم مبروك. عيدكم مبروك. يلا ودابا من بعد ما وليت من المصله غادي عند الرومبو الصغيره ديال اكليم باش غادي نفرق شي حلوات ما للدراري صغار اللي كلفتني بها جمعيه جاليه جسر الخير اكليم. البلاصه اللي راني فيها معروفه بهذا النجار ديال رشيد بالرياح الله يسخر له ان شاء الله. وكاين لهنايا الحانوت ديال الوالد اللي كيباع الصوالح شحال هذه كان لهنايا العكروشي اللي تعاقلوا في هذه البلاصه هذه. وانا ما غاديش نبقى نقطع الفيديو بزاف باش نبارطاجي معكم الاجواء على حقها وطريقها. مزيان عيد هذا ان شاء الله نفرج لهم الله يبارك الله يبارك الله مبروك عيد هذا ان شاء الله اللهم صل على النبي عليك الحمد لله 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 عليك سيدي امين مبروك عيد العيد هذا ان شاء الله ما شاء الله ترفدون وبحث شويه اللي نديروا المجال هذا مجال رياضي هذاك حي جوج حي ستة كله حي زوج وحي ستة يتمنى لكم عيد مبارك سعيد وكل عام كل واحد يقول نعم عرفتي كان اللي مدة ما شاف اكليم كان اللي بحال نقولوا العام فايت ولا كان كان يعني في الاجواء دابا كنرحبوا بجميع الجاليه اللي ما حضرتش كنرحبوا بكم العام سيدي جميع الجاليه اللي ما حضرتش العام فايت والعام اللي قبله يجوا مرحبا بهم عندنا في ستة باي باي. كنتمنوا العيد اي واحد عيد مبارك سعيد لهنا والصحه وطول العمر اللي داخل المغرب ولا خارج المغرب. كل واحد ولا وحده شاف هذا الفيديو هذا يقول لي في الكومنتيرات شحال بينكم وبين هذا الجو وخصكم تكونوا عارفين بانه انتم دابا طلع لكم هذا الفيديو هذا ومده ما شفتوا اكليم ولكن الا بارطاجيتوا الفيديو غادي يكون شحال من واحد غادي حتى هو يكون مده ما شاف هكا اكليم انا غادي تدي واحد الاجر كبير. كما كتشوفوا معايا لهنايا كاين هاد كاش بليس كاين المصبانه كاين والتليفونات العربي كاين فرماسيا وهذا المسجد الكبير بمدينة اكليم اكليم بركان ها هو المسجد ما شاء الله اللهم بارك. مليح راك مزيان راك مليح لاباس الحمد لله الله لا مليح اخو مبروك اخو مليح مزيان الحمد لله مبروك ماشي مشكل تبانوا في الفيديو يلا روحوا منا كل واحد يقول عيدكم مبروك يلا عليك مبروك قول عيدكم مبروك عيدكم مبروك قول عيدكم مبروك. هاد السجادة هادي عطاتها لي مرت خالمة جابتها معها بالحج كانت مشات حجت وجابتها معايا كما كتشوفوا معايا مكتوبة فيها آمين. ها هو حمي قاسمي أتمنى لكم عيد مبارك سعيد. المهم هو راه ما كيهضرش المهم قول لهم تحياتي وراه كيسلم عليكم كاملين ولأي واحد يعني مدة هادي ما شافوها هو كيسلم عليكم حمي تحياتي. المهم دابا كنتلاقى مع واحد من أصحاب تلاتة عام ما جيت المغرب غادي نقول لك من اصحاب ثلاثة عام ما جيت المغرب ياك نشوف زعما واش يكون عارفك خويا ميمون. سيدي ميمون تبارك الله عليك. عيدكم مبارك سعيد. تعيدك عيد خير ان شاء الله. بارك الله فيك. وجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. شي كلمة سي ميمون. شي كلمة نقول لهم عيدكم مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير. وتقبل الله منا الصيام والقيام والدعاء ونتمنى الله سبحانه وتعالى دونك يعيد علينا هذا العيد ان شاء الله العام المجيد ان شاء الله وكل الاعوام ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تحياتي الله تبارك الله يلا تحياتي الله يرضي عليك لما خاويه عروشي خاويه نيش انا عروشي سبحان الله. نمشي دابا عند الاخ هشام كما كتشوفوا معايا راه الدعوه خاويه في اكل ها قليل هكا اللي كيدور في اكل. نمشي عند
خويا هشام الشقراني باش نجيب عليه هذيك الامانه هذه باش نفرق على الدراري الصغارين. محمد الشقراني الاخ ديال هشام وجواد الشقراني، تبارك الله عليك خويا محمد. الله يبارك فيك. قول لهم شي كلمه ديال هذا. الله يبارك فيك، الله يعطيك الخير. الله يبارك فيك ان شاء الله. ان شاء الله خويا العزيز. ممكن جوج هاد السلات دابا غادي نبدا بوحده، من بعد فاش نكملها غادي نزيد هذيك الزاويه. هو فوزي البالي اللي كان عند قهوة ديال الجزيرة، كيفرخها كاش القاطو الله يجعلها في ميزان الحسنات ان شاء الله. صورهم القاطو صورهم القهوة الاجواء كذا دايرة منا. خويا راشد إذا كان ممكن شي كلمة عندي نسمع نقول أخويا سيدي رجعوا عشركم مبروك تعيدوا وتعاودوا إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ولكم الصحة والهنا والسلامة باش ما نتمناو إن شاء الله. ها عدوا 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 هو خويا هشام الشقراني الاخ ديال محمد وجواد الشقراني، العائله زعما الله يعمرها سلعه الله يعمرها دار. اسمه باسم الشقراني كيقول لكم عيدكم مبارك سعيد ونتمنى لكم عيد مبارك سعيد، مغفره الذنوب لجميع الاحباب ابناء مدينه اكليم ان شاء الله. نتمنى لكم عيد مبارك سعيد خارج الديار والناس اللي عايشين هنايا، نتمنى لهم عيد مبارك سعيد. دابا رانا غادي نقوم بواحد المهمه اللي كلفتنا بها جمعية جالية جسر الخير أكليم. اختار اللي يبغي. سير. واه قول لهم عندكم مبروك. عندكم مبروك الدراري تعيدوا تباركوا. عاود لها عاود لها. عندكم مبروك تعيدوا تعاودوا شو شو والله صافي شو شو عام ما جيت مغرب والله حتى تقولها قولها. عندكم مبروك تعيدوا تعاودوا ان شاء الله. شو شو قول والله صافي شو عام ما جيت مغرب. الله يعاون مجلس قول قول عاد عيدكم مبروك يا موسي وامين. اختاروا الدراري اختاروا على خاطركم، كاينه الزرقاء الحمراء. يلا تحياتي. السلام عليكم. دابا راني وليت بالضبط حيت البلاصه اللي كنت فيها قبيله، هذه نقدروا نقولوا حي زوج ولا حي سته كما كتشوفوا معايا. كل عام ديال عيد الفطر او عيد الصغير والا كيديروا هذه المبادره هذه كيكون هنا القاطوري لما الاخ هشام كيكون داكشي ديال القاطو كيكون داكشي ديال المسمن. صحافي هذه الاسطوره ديال حي قادوس. اسطوره تبارك الله عليك. اسطوره كيكون داكشي ديال القاطو سي بن عيسى اسطوره الصغير كذلك. مرحبا بالجاليه داخل المدينه وخارج المدينه ونعيدوا نعاودوا ان شاء الله لهنا الصحه وطول العمر. المهم شي رساله شي سلام هذوك اللي راهم مغربين في الاكل هما كانوا في المصاري. نقول لهم عيدكم مبارك في هذا المنبر وتحيه لكم كبيره وديما نلقاو في القلوب ديالنا حاضر او غائبين والله يجعل ان شاء الله بالهنا والصحه وطول العمر ورانا هنا الى الابد ان شاء الله. والجاليه واللي هنا وعيدهم مبروك. هشام الله ينصرك. لا فيديو ولا هشام ماشي 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 زكريا والبراد. وي سي امين البراد. لا عنده انهيار الاعصاب.
الناس بغات الحلوة اخويا امين. يا الانواع والاشكال نقواطط وري لهم طريقه اكل اكل الحلوه وكتاك هذا اتاي كساح ومن قبيله اللي فرغوه راه عاد في هذا الرزال طريقه شرب اتاي في يوم العيد سي امين الطريقه الصحيحه سي امين هاي ما نوصلكش اخويا كما كتشوفوا معايا السله الاولى اخوات دابا رانا غاديين للدار ديال الاخ هشام شكراني باش نجيبوا السله الزوجه دابا راني هاز السله الزوجه عاود عاود داك اللي قلت دابا واش اللي كيدير اللي كنصور صبر ماشي مشكل تبانوا في الفيديو لا ماشي مشكل يا وسلم سلم سلمى الدراري غادي نفرق عليكم انا غادي نفرق عليكم انا يا غاسب شوف فينا توضع معنا خويا توضع معنا صاحبي صبر هاد الدراسه ديال البريفي هذه هي كنتلاقى مع الدراري الاجيال اللي راها طالعه لهنا من مدينه اكليم قلنا السميه والكنيه ديالك قول لهم عندكم مبروك وانت يا مبروك وانت مبروك قول لهم قول شوف شعام ماشي تمغرب شكون اللي عندها الساكوش عربي صبر شوف صبر صبر قول لهم والله صافي جوج عام ماشي تمغرب قول لهم والله صافي جوج عام ماشي تمغرب والله انت خو قولها في بلاصو ياك ولكن عطيت له الساكوش صافي عطيت له الساكوش الدراري صافي صافي الساكوش قول له والله صافي جوج عام ماشي تمغرب والله انا انت هذا عنده ساكوشا قولوا الله صافي جوج عام ماجيت المغرب لا صافي ماجيت عام شكون هذا انت هذا عندك ساكوشا انت قول لهم والله صافي جوج عام ماجيت المغرب روح هاك هاك عندكم ارا عندكم بروك صبر هاك عندكم بروك هاك صبر هاد الدراري شكون هاك هاك يا خويا راه هاك هذا عنده هاك قول لهم عندكم مبروك يا جسر الخير شكرا شنو جسر الخير جسر الخير قلت شكرا هاك هاك اللي ما عندوش انا المدير عيد مبارك سعيد هاك هاك واش في اخباركم واحد الحاجه ولا لا راكم عمرنا كريم تبارك الله اوكي ما كتشوفوا معايا الدراري ديال اكليم كبير وصغير تبارك الله ما شاء الله هادو الاجيال القادمه اللي راه طالعه باكليم يا وراكم عارفين تبارك الله من قيين زينين يهضروا مزيانين مؤدبين متخط كاين جوج سميات واش دابا حي واحد ولا حي قادوس عندك انت الحلوه ولا ما عندكش عندك الحلوه خطا قولوا بعدكم مبروك مبروك تعيدوا تعيدوا شوف اختار اختار اللي بغيت يلا سير رايسك سير الله الوطن الملك تجي هذه ديال بريفي دوك انا وي اتهلا والله العظيم الا زعما صراحه كنفرح بزاف فاش كنشوف زعما هاد الاجيال اللي راها طالعه لهنا من اكليم زعما كبير وصغير كيشوفوني زعما وكيقولوا لي داكشي اللي كنديرو زين وكيبقى يقولوا لي ديك الفيديوهات اللي كنشوفهم والله العظيم الا كنزيد نتشجع اكثر والله العظيم الا حاجه اللي كتفرح دابا راني طالع مع هاد السيكتور هذا وي القرش كثر عليك انا راني زور تبارك الله عليك راك داع احسن واحد يا حمزه عندك شي صغير في الدار والله يا ودي واه اي والله هاك شحال عندك خمين وحده هاك قول لهم عندكم مبروك يلا قول لهم الغاش يا صاحبي عندكم مبروك انا تعاودوا هاك وديما اكلين هاك صحة الراحة الله ينورك هاك هاك
هاك لاول الجواد هاك شحال الثمن ديال الصغار الله يخليك هاك صافي كاين ثلاثة ياك صافي الصحة والراحة هاك هاك صحة والراحة الله ينورك هاك اقسم بداو بالصغير الكبير هاك هاك الحمراء يلا اختاري الحمراء يلا صافي عندك موبايل ايه بلات صافي من رجلها يلا قولوا لهم عندكم مبروك يلا عيدوا تعودوا ان شاء الله هنا يلا فين هاك هاك كل ما تطلع هاك 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 عندي وحده عندي وحده ولد عمي هاك احنا عندنا وحده هاك هذاك اللي ولد بقي واحد شكون هو ولا ما هاك 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 قول لهم عيدكم مبروك قول عيدكم مبروك هاك 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 صحاور شي مشكل صافي ورات هي الاولاد اكليب ولاد بركات المهم الخوت هذه مدرسه ام ايمن اي واحد قرا فيها ولا كيقرا فيها خلينا في كومونت انا كنقرا فيها قبيله كان الصباح بكري ضربت واحد الدوره في اكليب دابا راه العشيه هز الكاميرا كندور كنصورها كالدراري بغاو يقولوا لكم عندكم مبروك الدراري عندكم مبروك عندكم مبروك تعيدوا تعاودوا ان شاء الله عندكم مبروك تعيدوا تعاودوا ان شاء الله قول عندكم مبروك انتهى عشركم مبروكات الله لنا اخونا امير باز عليك باز عليك مبروك الله والدراري عيدك مبروك الله يبارك فيك عيد تاع الله صحه مزيان الحمد لله عيدكم مبروك الدراري عاود كيقول لكم عيدكم مبروك ها مبروك كاملين كاملين وانت تعرفوا كاع صورت الغاشي اللي هنا في اكليم الكبير والصغير وانا والله مازال ما نديرش التصويره درت غير فيديو هكا صوره اللي والله مادا تاعتي معليش نورمال كيما كتشوفوا معايا والله العظيم راه داو خاويا فاكني ما شتو هاد الجلسه هادي غادي تجي واحد الوقت يا ولي تعرفوا ولا غادي تشوفوا هاد الفيديو هذا يطلع كمل قول السميه والكنيه ديالك وهاد الغرباوي الكنيه ديالك وهاد سفيان الزهير جياد وانت عندي السميه ما عندكش السميه بيجا صاحبي قول يوسف اخويا وانت عندكم مبروك يلا ما واش موصف شو موصف ورينا ارواح 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 عاودوا لي سيرو واحد جوج اكسي صبر صبر المهم الدراري ديال اكليم راهم بغاو يقولوا واحد الكلمه هكا في الحق في داكشي اللي كان زعما في المحتوى اللي كان ندير او مرحبا بكم امين تبارك الله المحتوى في المستوى تبارك الله ونتمنى له ان شاء الله يوصل داكشي اللي بغاو ودعيو معاه وعاونوا السلام عليكم بعدا عيدكم مبروك اخوتي وعلى الجميع وشاب نشكر واحد الكلمات السي امين طونيو اللي كيدير المجهودات عليها كيخرج في نهار العيد كيصورنا كيدير بزاف ديال المجهودات ودخلوا المحتوى ديالو راه امين المقدمه راه داير لاشين ديالو لاشين زينه وراه دعموا راه دعموا انستغرام تيك توك انستغرام تيك توك جوجل اي لاشين بغيتو كاين تيك توك المحتوى الكماره ابوني غادي راه امين المقدمه فين ما وديروها فين ما بغيتو تطلع لكم في انستغرام تطلع لكم في تيك توك تطلع لكم في يوتيوب كلشي ما بغيتو وشكرا لكم واسمحوا لنا الدار يقطع عليكم الهضره خويا عامر راكي خويا عامر هو واش هذا بغى يقول شي كلمه ديالو شو تا هذا بغى يقول كلمه ديالو في الحق داكشي اللي كان الله يوفق خويا امين والله كاتو هادي وراه كيدير شي مشهودات بزاف يلا عيدكم مبروك كي عيدت مزيان بخير كي عيدت مزيان بخير يلا قول لهم عيدكم مبروك يلا مبروك يلا تحيات كي سميتك انت يا كتعرفني ولا ما تعرفنيش واه امين مقدم تعرفني وانت يا كي سميتك يوسف وكتعرفني انا يا شكون انا هذاك يلا تهلا ودر امين وامين راه نقبل عليه يلا يلا تلا ودري صافي يكون هاك تقول شي حاجه بالانجليش هاي انا صافي غادي نقول شي كلمات بالانجلي قال لك هاي هاو ار يو احنا حافظين غير هاو ار يو وصافي وهذيك 1 2 3 صافي ثلاثه و 5 5 خدامه
دابا راني في الجامع، في الوسط ديال الجامع تقريبا، فواحد الجهه اللي كتدخلك بهاد الجهه ديال الشارع، كتخرجك بهاد الشارع. شوفوا لي على واحد النعسه ديال واحد المشوف، كاين ندير واحد النعسه كاع بوحدها. ها هو تا هو قال لكم عندكم بروك. شوفوا هذه اللي كاينه عند الجامع الكبير، ماشي بزاف باللي داروها زعما، صراحه فكروا باش يديروا واحد الحاجه زينه بالنسبه لدوك الناس اللي كيفوتوا هكا بالكروسه، دايرين ليهم واحد البلاصه خاصه ليهم. لحقاش في الاول كانوا يسلوا في هذه البلاصه هذه، فهمتوا؟ يعني عاطي واحد المنظر زين بزاف ما شاء الله اللي كاين في وسط المدينه. ها الى تعقلوا العام الفايت صورت لهنا في اكليم، وصورت عند البلاي ستيشن ديال عماد منصوري، كانت عنده غير واحد الجهه، دابا راه عنده واحد الجهه اخرى غادي نصورها تما ان شاء الله. وغادي تشوفوا معايا كيفاش دايره الدعوه. ومرحبا بكم كامل، انا هاراني ها راني جيت نصور كذاب صافي. المهم هاي الدعوه كي دايره في البلاي ستيشن تبارك. قولوا معكم بروس كلشي غادي. السلام عليكم الدراري، تبارك الله عليك، يا كبرت يا نعقل عليك كنت غير صغير يا صاحبي. وكيزاك هاد البلي هنايا كيجا؟ لا لا داكشي بلا ما نهضروا عليه. والله لا لا ما شاء الله اللهم بارك. والبليكات ما شاء الله تبان في التلفازه حتى انت. اي حاجه بغيتوها تلقاوها لنا ديال الكاطو والعواصف. راه كيفاش كان رمضان وصافي، لحقاش ماشي بزاف اللي زاد هاد البلاصه هادي، وان شاء الله المره الجايه غادي حتى هو غادي يفكر يزيد ديك الثلاجه باش يدير المناضه والعواصير وديك الحاجه زعما اللي كتكون هكا بارده. والله يسخر لخويا عماد وديك خويا عماد. وما حتى شي دراري بغاو يقولوا عيدكم مبروك. عندكم مبروك، عندكم مبروك خويا عماد، مزيان بارك الله فيك. انت واقيلا كتفرجوا لي في اليوتيوب ولا في شي بلاصه؟ والله لا في اليوتيوب كنت بعينك خويا. قولوا عيدكم مبروك، قولوا شي كلمه في الحق ديال داكشي اللي كان ندير. راكم مليح، عندكم مبروك، تعيدوا تعاودوا ان شاء الله بالصحه والهنا، وتهلاو نفسي امين، وديروا له ابوني وتابعوه. سلمي مليح وبقينا عمرها سلعه. قول شي حاجه الدراري. راكم مليح، راكم عزاز الدراري، وتابعوا السي امين راه. انتم باكلين؟ لا بركان. ايه بركان، مرحبا خويا. وداك الشيء اللي كان دير زعما كي كيجيك؟ لا واعر. بارك الله فيك خويا. فين كتفرجوا فيا كاع؟ في يوتيوب صافي؟ يوتيوب فيسبوك. مرحبا بكم الدراري في اكليم، واكليم ديالكم ها، يرحب بكم الكبير والصغير. يلا قولوا معكم مبروك. عندكم مبروك. كي سميتك؟ كي سميتك؟ محمد امين كاتب. وانت؟ معاذ صقر. قولوا معكم مبروك. عندكم مبروك. وكتعرفوني ولا ما تعرفونيش؟ نعرفوك. شكون انا؟ امين. والكنيه؟ مقدمي. والله الا باص. وداك الشيء اللي كان دير زين ولا؟ زين. لا ماشي زين داك الشيء اللي كان دير. لا والله الا زين. زعما زعما. زين. صافي مو مع الدراري. من حي زوج سلام خالتي الله يرحمها الوالدين. ويفوت بلال للراوي وما نوقفوش نسلم عليه. ضروري اختي. وش ليه؟ مبروك. هي التعاون. شما جايين؟ تراك مزيان. بخير. حافظك خويا. بخير. 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 الدراري مبروك اخوتي، تعيدوا تعاودوا باش ما تبغيو تسلموا على شي واحد مشى لاوروبا ولا تغرب على اكليم. الله يبارك فيك خويا الزين. الله ينور. المهم اللي غادي يبان يجي يقول عندكم مبروك. ديروا ابينو. قول لهم عندكم مبروك. عندكم مبروك، ديروا ابينو. هذا اخو هذا، قول لهم عندكم مبروك. عندكم مبروك. يلا تعيدوا تعاودوا. كاين اللي كيقول اودي راه ما بقاوش ذوك الاجواء ديال العيد بحال شحال هذه والى اخره، ولكن اللي نبغي نقول لكم انايا الاجواء حنا خصنا نخلقوها. يعني خصها تكون ديك صلة الرحيم، يعني واحد خصو يمشي عند واحد ما بين العائلة ما بين الصحاب ما بين الحباب، وشي واحد هكا الأصل ديالو ما ينساش خصو يرجع عند الأصل ديالو ويدير هكا بحال شي دورة هكا تما، واخا ما كيسكنش تما ولا ما عندوش دار تما ولا، المهم يضرب هكا شي دورة يتفقد الأصل ديالو والعائلة اللي راه عنده تما وإلى آخره. كيكون واحد الجو ديال التآزر والتراحم يعني ما بين العائلات والأصدقاء والأحباب. وإلا شي واحد هكا عنده الدراري بزاف هكا في العائلة كبار صغار وإلى آخره، يدير هكا واحد البيت في الدار ديالو ولا هكا في شي جرده ولا زعما هكا قدام الدار ديالو، يدير شويه الشكاوي، يدير شويه الحلوى، يدير شويه اتاي والى اخره. اي من والو راه غادي يدير واحد الحاجه اللي هي كبيره، ودير لهم خلق لهم تما واحد الجو. جو حنا خصنا نخلقوه. مثلا انايا شاد غير التليفون كنصور خالق الجو، وانا غير من هذا الفيديو هذا خلقت يعني واحد التآزر والتراحم وواحد صراط الرحيم. كان اللي غادي تشوف هذا الفيديو هكا شي ناس اللي من مده طويله ما شافوهاش. ومن بعد ما غادي نصور هذه الجهه هذه ديال الجامع الكبير، غادي نمشي من جهه سده فين تزاديت وكبرت،
18 عام يعني 18 ديال العيد الصغير وانا تما في ديك البلاصه هذه. دابا 24 ولا 50 رحت ما بقيتش كنسكن تما في حي 6 في اكليم. هو شي دراري كانوا فايت تما بغا يقول لكم عندكم مبروك. قول سميو الكنيه ديالك وقول لهم عندكم مبروك. حمزه الطاهر عيدكم مبروك. مبروك راه قول لهم عندكم مبروك. مبروك يلا التحيات. تحيات التحيات تحيات. راه دار والله راح طول في الغا وكذا ما نخاف. واحد الولد قال لي كتنتبعك من فاس هو ولد اكليم. قول لهم الدراري عيدكم مبروك وكذا. عيدكم مبروك. الله يبارك مبروك تايدي وتعاودوا ان شاء الله. مع اخويا مؤمن بغا يقول لكم عيدكم مبروك. لاباس بخير. عيد مبارك سعيد سي امين. ومن هذا المنبر يعني كنختار من الفرصه كنقولوا للناس تاع اكليم عيد مبارك سعيد للجميع. والجاليه المقيمه بالخارج حتى هي عيد مبارك سعيد لجميع الامه الاسلاميه. وشكرا اخويا امين ان شاء الله. عيدكم مبروك. دير باي باي. دير باي باي. دير باي باي. دير باي باي. ماشي مشكل تبان معليش. باي باي. وراك كتكون دير هذا هيتام. هذا ولد توضع معنا هيتام. هيتام دير له باي باي. دير باي باي. باي باي. عيدكم مبروك. توضع معنا تحياتي. الله ينور. عيدكم مبروك. عيدكم مبروك. مبروك. تبانوا في الفيديو معليش. يلا قول سميو الكنيه ديالك وعيدكم مبروك للدراري. السلام عليكم. قولوا عيدكم مبروك. عيدكم مبروك انت كاع. عيدكم مبروك. وانت قاسم عيدكم مبروك. تقريبا هذا هو حي 6 ولكن ماشي في هذه البلاصه هذه اللي في كنت ساكن. ساكن بديك الجهه ديالها الكحال وقاسميه. وشنو شنو قال؟ بلاتي ندير لك لايك. قال لي بلاتي ندير لك لايك. تعرفني ولا ما تعرفنيش؟ كنعرفك. شكون انا؟ كلشي يعرفني. ديكاس ليكم يلا ديروا شي ديكاس. يلا تحياتي. هذا الكيوسك ديال عيسى. كاين الحانوت ديال القلعه. كاين الحانوت ديال عبد الكريم. كاين واحد الباتيسري لهنا وكاين الحانوت ديال مهله. وها هي المره الزوج انا نصور هاد الدره. هذه باللي مكتوبه لي البيع 0661 36 0737. ها هي الدره. اي واحد باغي يشري مرحبا. يبان لي راه مكتوب فيها لي البيع. المهم تقريبا هذا هو السيكتور اللي كنت ساكن فيه لان هاد العماره هادي ديال الكريه هادي. والجهه هذه كنقولوا لها البلانات. انا دابا غادي نطلع مع الجهه. كي راك قول لهم عندكم مبروك. قول لهم عندكم مبروك. هاك تحياتي للجورا القدام واحد واحد الكبير الصغير. هي هذه الحانوت ديال خويا احمد اليماني واللي عنده لوكاسيون الى اخره. راه ديجا صورت عنده بشحال من فيديو. ديديكاس لخويا محسن دادا وبلال والدراري كاملين. ها هو السيكتور ديالكم. تا بلال كانت عنده الحانوت في هاد البلاصه هادي. ها هي خويا بلال راني عارف يوصلك هاد الفيديو. تفكر الذكريات ديالك خويا بلال. ها انا فين قريت الروض فهاد الدخله هادي اللي قريت الروض. تحياتي للجورا القدام. كاين القاسميين كاين هالجورا عاود جداد اللي كيما نقولوا ما لحقناش عليهم ديال عونه. القاسميين هذا عاود يكون في اوروبا جارنا القديم. انا فين كنت قصاي فين كنت ساكن في هاد البلاصه هادي في هاد الدار الصغير تما كنت ساكن. حنا كنا تما الله يعمرها سلعه واللي كاينين تما دابا الله يعمرها سلعه. هادي الدار الجديده عاود ديال قاسمي عاود. ها هي هاد البلاصه هادي كانت الدار ديال الكحل. وي القرش ما نساوش عاود العائله ديال الكحل كاملين. صراحه الله يعمرها دار. في اي عيد الكبير هما اللي كانوا يذبحوا لنا الخروف اللي كنا كنشريوه وكان يجيو الرابي هم زهير وحماد و وعمار. المهم نتمنى ما نكونش هكا نسيت شي سميه اخرى. الدار هادي ديال حنايش ما كانش لي ما يعرفهاش عاود لينا يا فاكرين. كنعاود الدار ديال حادوش. المهم كيما نقولوا هذا هو السيكتور القديم فين تزاديت وكبرت 18 عام. وهاد الطريق هادي اللي كتدي المدرسه ديال التل والثانويه ديال ابن بطوطه. دابا راني قدام برمي ديال الرشيد الصحراوي وكاين الحانوت ديال مصطفى برواضي وفين كان تيليبوتيك ديال الزاكي. ايوا نفوت في السيكتور القديم ونفوت عند رشيد وما نشربش اتاي. والله الا رحب بيا في احسن ترحيب ودرا ديال حس. الله يبارك فيك خويا رشيد. وعندو اللي درت البريمير فاي تاع عامين ونجحت فيه. امين والصحية ديالنا امين. تستاهل كل خير اخويا رشيد. الله يبارك فيك. الدراري الله عمرها سلعه الله عمرها دار. المهم هاي الدكة. شكرك اخويا امين. الصحة والله ينور. ها الراحة اخويا امين. من قبيلة من قبيلة هو مفرغ وراه عاد مسحر. الله يعطيك الخير. يا رب الخاطر الله يعطيك الخير. الله ينور. تستاهل كل خير. كنرحب بكم كاملين سي رشيد. ها مبروك عيدكم. الله يبارك فيك خويا رشيد الزين. هذه غادي نقولها بالسلحه ديكاس طاروان الطاحونه كملنا. ها هي الطاحونه حتى هي لا طيرون يطير
لا بشار ياسر فيها قليله هكا ديال البشر قلت عليهم دابا راني نكمل الطريق ديالي. ها هي الطحونه هذه هي اللي كتسمى الطحونه حيث تف يبغاو يبانوا في الفيديو. عيدكم مبروك. كايت مليح كايت مليح كايت ماشي مشكل توا في الفيديو معليش 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 يلا يلا قولوا شي حاجه يلا بغيت لكم كل المغاربه عيدكم مبروك وتعيدوا تعاودوا ان شاء الله الله يشفيكم يلا كل المغاربه عيدكم مبروك وتعيدوا مليح لاباس وتعيدوا ان شاء الله بالصحه والهنا. هو هذا البلي ديال حيم من الزاغي الله يسخر له الله يسخر الجامع حتى هو دار له الميساج وراه يدخلوا تشوفوا كيفاش راه داير بالداخل الله يسخر له الله يسخر الجامع يا رب العالمين. ديال حمي حراني تحياتي لهنا. مرحبا بكم في البلي ديال حمي. تحياتي لهنا. اوه ما شاء الله راه مدة. اوه انا خويا ياسين الزين. الله يسخر له يا رب العالمين. كنشوفوا معايا كاين الويتا. هاي معليش باز عليك. مرحبا مرحبا. هي ديروا ابوني ديروا ابوني ديروا. عندك كتشوف العمود عندك عندك شنطه ها هو كاين العواصف ها هو كاين عندك مبروك قلت انت بلا كنت صورت مشيت هذا الشارع كنت صورت عند هذه المدرسه ديال البريفي وكنت صورت عاود مشيت الجامع دابا غادي نمشي بهذه الجهه اللي من هنا هذه البلاصه اللي كان راني واقف فيها دابا كتسمى السينما القديمه واحد الجردات جايه من هنا بهذه الجهه من هنا فيها القهوه كاين بوهده اللي كيبع داكشي ديال الماكله وكاين الصالون ديال ادريس الدراس يمكن غادي ندور على اليمين باش نخرج لديك الجهه ديال حي 5 عاود كاين عاود واحد جوج ديال الكوافر واحد ما نعرفش السميه ديالو وكاين خالد وخوه يوسف يردي كاين هاد الجهه هادي نمشي بهاد الجهه هادي لحقاش قبيله بديك الجهه اللي مورايا صورتها قبيله فهمتوني دابا نمشي بهاد الجهه عاود المهم فاش كان يتبنى داك الجامع الكبير هذا كانوا داروا واحد الجامع مؤقت في هاد البلاصه هادي هنا اللي كانوا يصليو كاين لهنا السيكليسات الاخوين كاين ميمون ومصطفى كاين نجار كاين مول الالومنيوم كاين مول الحانوت وكاين المهم اللي كان يبيع الدجاج ما عقلتش السميه ديالو شعبان راه ولا في هذه البلاصه هذه هو كان في الشارع ولا في هذه البلاصه هذه كاين من عاود السيكليسات كاين القهوه ديال بني عتيه مقهوه مخبزه المغرب العربي فيها القهوه والفران تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك راني ديجا كنت صورت هكا فيها واحد الفيديو صورته هكا قبل هم الله يسخر لهم والله يسخر الجامع يا رب العالمين كاين هذا البلاصه هذه كيقراو فيها الروض ما عقلتش السميه ديالها بحال مكتبه هكا كما نقولوا كاين الحانوت ديال قاسمي وكاين هذه القهوه هذه ديال المغرب العربي وهنا اللي عندهم الفراني دابا من العلمين العيد وصافي كاين قاسمي عنده هذه الحانوت هذه وعنده ديك الحانوت هذه ودابا غادي نمشي مع هاد الدخله هذه شحال هادي كان لهنايا اللي كيريق لك شي ديال الثلاجات والمصبانات دابا راه كانت تما شي كوافور عاود غادي نمشي مع هاد البلاصه هادي كي كتسمى كيما نقولوا واحد لاطيراس كبيره وغادي نمشي كي سميت هاد السيكتور هذا حي لابيضه حي لابيضه كتعرفوني ولا ما تعرفوني عارفه شكون انا امين اوه يا خويا كاع تعرفوني يلا كل واحد يقول السميه الكنيه ديالو عيدكم مبروك انا صفين هلاله السلام عليكم ايوه تمانة سميتي عمران قفا عيدكم مبروك الحلشه لا كوسولاري ولا مشاكل خاطينا تيدو تعدو ان شاء الله عمران نضو السبيع ما كيتخلعش اي هاد كا وهاد السيكتور هذا اللي قالوا الدراري السميه ديالو كان هنا واحد الكوافور وكان واحد لنا اللي كيبيع داكشي ديال بارابونات والتلفازه ماشي بزاف باللي تحل تاخذها معكم عاوتاني وكاين الحانوت ديال المزيان المهم هاد الجهه هادي اللي كتخرجكم في السوسيو وصلت لحي 5 وانا فايت فات واحد البنت وعطاتني هادي كنت جاي مع هاد الزنقه هادي وصلت عند الكيوسك ديال العونه وكاين السوسيو وكاين عند المحل ديال الزاغي وعند المحل ديال الاخت بشيره السيكتور هذا كيتسمى حي 5 وكنتلاقى مع محمد عتياوي راجل الزين تبارك الله عليكم تحية للإخوان وعيدكم مبارك سعيد دخل عليكم الصحة والهناء وباش تمنيتوا إن شاء الله ونتمنى التوفيق لسي آمين إن شاء الله آمين خويا محمد الزين الله ينورك وتعيدوا وتعاودوا إن شاء الله إن شاء الله خويا محمد الله يعطيكم الخير الله ينورك محمد وابي اسم حي 5 كيتمنى لكم عيد مبارك سعيد الله ينورك خويا محمد إن شاء الله خويا محمد محمد عتياوي اللي بان معايا دابا في الفيديو هذا هو الصالون ديالو صالون الحلاقه كوافور ديال محمد عتياوي الله يسخر الله يسخر الجامع يا رب العالمين كاين الحانوت ديال وعضيه ديكاس للعائله ديال البركه كاملين
كاين عاود هذا السوبر مارشي هذا ماشي بزاف باللي تحل، كتقدروا تشيروا داكشي ديال الخضروات وداكشي ديال الدار. وي ماتي الله لا بخير اخويا، انت مزيان؟ الله لا بخير. الله ينور. كان اللي كيقول اودي اكلم صغيره، نيشان اكلم صغيره، نتفق معكم اكلم واخا صغيره ولكن كبيره برجالها بنسائها كبيره ما شاء الله اللهم بارك. اي حاجه ديال الخير والا كتلقاهم هما الاولى كيتفقوا عليها وكيديروها، منهم داك رمضان، منهم عيد الصغير، منهم الدخول المدرسه الكسوه ديال العيد. تبان في الفيديو ولا ما تبانش؟ تبان تبان. يلا هروه. يلا نقول لهم عيدكم مبروك. السميه والكنيه ديالك امين شفاه. نقول لهم عيدكم مبروك. عيدكم مبروك عيد وتعاود. عيدكم مبروك. كسميتك نتايا؟ امين بكاوي. كاين هذا السوبر مارشي ديال قاسمي لا فاميليا ديال الوالده ديالي. بالعام طبيعه الحال لحقاش راه العيد. كاين السيكتور هذا الدخله الصغيره. السلام عليكم. قهوه ديال الجزيره كاين لكم بوس صغيره. كان عاود الدار ديال لا فامي ديال الوالده ديالي، يعني حنا نما ديال مرت خال ما ولاد خال ما والى اخره اللي يكونوا في الخارج. ديديكاس لكم كاملين الخوال. ها هنا فين كانت راجه الدكتوره. يلا نمشيو مع هذا الطريق هنايا. الشكراني الخدام.